الوحدة التانية إن شاء الله من منهج الترم التاني اللي هي بتتكلم على space and the stars, the earth, the moons والحاجات الحلوة دي كلها اللي انتوا بتحبوها. تمام؟ طيب، أول حاجة في اليونت دي كنا أخدنا the difference between the sun and the earth and the moon. إيه الفرق بين الثلاث حاجات دول؟ قولي أول حاجة عن الصن تعرفها يا محمد؟ أول حاجة عن الصن هي إن هي emits light and heat. هي emits light and heat. emits or radiates heat and light. ليه؟ ليه بتعمل كده؟ عشان هي أساساً إيه؟ هل هي ستار وسخن، عشان هي ستار، بتعمل هيت عشان هي سخنة وملونة ومنورة عشان هي سخنة، هي ستار والستار بتدينا بتبقى ايوه والستار سخنة. بتبقى عباره عن جازز بيحصل لها اكسبلوجنز وكده، هي ستار. يبقى كل الستارز ار شايني وشايني emits heat and light. طب يا نادين تقدري تقولي، برافو عليك يا محمد، تقدري تقولي لي يا نادين الأرض عبارة عن، هل هو برضو ستار زي الأرض؟ الأرض البلانت والدارك بادي، هو بلانت والبلانتس كلها عبارة عن دارك بادي، يعني أجسام مظلمة كده، مش بتعمل مش بتبعت لنا هيت ولايت زي زي الستارز، لا هي دارك. بس هي بتعمل حاجة كمان، It's rotated the sun اللي هي بتلف حوالين الصن. بالظبط، هي بتحتفظ بمية وبنعيش عليها. بالظبط، البلانتس كلها اللي احنا بنتكلم عليها في اليونت دي بتدور حوالين الصن، بس الأرث بالذات has water and we live on it. يعني دي من خصائص الحتة دي، الجزئية دي اللي هي it has water، وكل البلاد ما فيهاش مية. بالظبط، الجزئية دي خاصة بالأرث، انما حكايه ان هي روتيت اراوند ذا سن، بقيه البلانيت كمان بيلف حوالين السن. اما الايه موضوع ذا مون، مش معقول، انا عارف قولوا ريفلكت ذا سن، ذا سن لايت، برافو. هو بيعمل ايه؟ ات روتيت اراوند ذا ايرث، وغير كده الاسم ايه؟ الاسم على فولور، فولور بيتبع الارض اينما ذهب. بالظبط، برافو عليك. يبقى هو المون بصفه عامه فولورز، يعني بتتبع البلانيتس. المون اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو التابع للارض، هو برضو كل المونز دارك بودي زيها زي البلانيت، بس لها حاجه بتخليها منوره. ايه اللي بتخليها منوره؟ ان هي ريفلكت ذا سان لايت، زي المرايه كده بتعكس لنا ضوء الشمس. وهي دايما المون كلها روتيتس اراوند ذا بلانيت، والمون بتاعنا بيلف حوالين الارض. تمام، دي كانت اول جزئيه، ذا ديفرنس بتوين ذا سان اند ذا ايرث اند ذا مون. ولو اتكلمنا على كأننا كده عليها، كأننا قلنا the difference between the star and the planet and the moon. تمام؟ بعد كده أخذنا the solar system، وقلنا إن the solar system عبارة عن the sun and eight planets وكمان شوية celestial bodies بتلف في the solar system مع the planets بتاعتهم، وكمان في مونز حوالين البلانت. طيب البلانت احنا هنقولهم بالترتيب from the nearest planet to the sun to the forest planet. اوكي؟ مش ينفع اقولهم؟ لا، هنقول واحد واحد. هنبدا يوسف دخل. يوسف. نعم. اول بلانت معانا هو ميركوري. الميركوري، الميركوري الصفة بتاعته إن هو، افتح المايك يا يوسف، الميركوري الصفة بتاعته إن هو، افتح المايك يا يوسف،
معلش كنت بقول the nearest planet to the sun and the smallest planet. برافو عليك. يبقى the nearest planet to the sun هو الميركوري، وبرضو the smallest planet to the sun هو الميركوري. مظبوط. نادين تقدري تقولي لي the second planet to the sun مين هو؟ فينوس. The second planet to the sun, the beautiful planet. وهو ال beautiful planet. مظبوط. برافو عليك. محمد تقدر تقول لي what is the third planet to the earth to the sun؟ محمد Earth. برافو. وهو ليه ميزة مهمة؟ The third planet to the sun, the planet where we live, and a watery planet. And a watery planet. برافو عليك. مظبوط. نرجع تاني يلا يا يوسف. What is the fourth planet to the sun? Venus. Fourth. يوسف. Mars. برافو. وليه اسم تاني؟ The fourth planet to the sun, the red planet. Because it's made from iron. برافو عليك، علشان عليه rocks of iron. برافو عليك. نادين، what is the fifth planet to the sun؟ وإيه هي الميزة بتاعته؟ سمح ساعات الميكروفون بتاع حضرتك بيعلى شوية. طيب لو كده أبقى قولي وأنا. Jupiter the fifth planet. The biggest planet. وهو كمان the biggest planet. بس نقف بقى نقطة. برافو يا نادين. نقف نقطة هنا. لو جاب لك في اللي تشوز the biggest planet يبقى تقول Jupiter. Jupiter. إنما لو the largest body هيكون السن. برافو. لو قال لك the biggest. يا ميس لو السؤالين دول جم معناه ما تحاولش تتلخبط ما بينهم عشان ده ممكن يلخبطك في الامتحان. برافو. فيبقى biggest planet هو Jupiter. biggest body لا هو قصده على أكبر حاجة خالص في body وخلاص، يبقى هو الإيه السن. تمام. برافو عليكم. يلا كمل يا محمد. The sixth planet to the sun is Saturn. Saturn. والساترن ليه ميزة حلوة قوي إن هو with a planet with the sixth planet to the sun, the planet with colored rings. برافو. حوالينه رينجز بس ملونة وشكلها حلو. برافو. وهو مشهور بالكلمة دي بالظبط. برافو عليك. يلا يا نادين. وغير كده هو اصلا باين عليه دلوقتي من شكله ان هو ملون وشكله بيوتيفول اصلا. بس احنا قلنا البيوتيفول بلانيت مين؟ فينوس. مظبوط. برافو عليك. كملي بقى يا نادين. The seventh planet to the sun اسمه Earth. The seventh planet to the sun. وهو the coldest planet. مظبوط. برافو عليك. اللي هو يورانوس. يورانوس. طب بالنسبه يورانوس الفورست planet to the sun يا يوسف. ثانيه واحده يلا يا the forest planet to the sun. نبتون. the forest planet to the sun, the blue planet. ولونه because he is the eighth planet from the solar system. If you go to there, you will see it's too cold because it's not warm like the other planets. برافو. لأن هو the first one, so it's very very cold. بس هو بنسميه the blue planet. طيب نيجي النقطة. Because it's like blue. بالضبط. Seems like blue. طيب نيجي بقى النقطة مهمة قوي من الأسئلة. محمد. Yes. What are the nearest two planet to the Earth? Nearest two planet. Mercury and Uranus. Venus and Mars. Venus and Mars. مظبوط. برافو عليك. يبقى the nearest two. عشان هو بينهم. Venus and Mars are the nearest planet to the Earth. مظبوط. برافو عليك. مثلا ان انا اعرف
أسماء الكواكب وترتيبها ده بيساعدني جدا. يجي لي أسئلة مثلا بيقول لي رتب، أو يقول لي الأرث أقرب كوكبين لي مين أبقى أعرفهم. عشان كده لازم تبقى عارفهم بالترتيب. ناخد بالنا بس إن آخر 3 planets وأسمائهم ملحوظة، وأسمائهم محفظهم، إن آخر 3 planets يعني أول حرف منهم بيعمل كلمة sun. S U S U N مظبوط. طيب نيجي بقى للدرس الأخير اللي كان بيتكلم على الروتيشن. إحنا اتفقنا إن the earth rotate around the sun، تمام وحلو جدا، بس هي بتلف كمان مش بس around the sun، لا بتعمل rotate around itself. الدرس كله هو فيه 4 أو 5 معلومات مهمة نركز فيهم عشان إيه يبقى سهل. أول حاجة هنتكلم عن rotation of the earth around itself، يعني بتلف حوالين نفسها. ساعات ما بنقولش around itself، ساعات بنقولها around its axis يعني حوالين محورها، عشان احنا عارفين ان الارث ليها محور كده وهمي احنا رسمين. اوكي so the earth rotates around itself، او ممكن نقول around its axis. وده بيعمل ايه؟ ده بيسبب انهي فينومينا او انهي حاجة بتحصل بسبب الروتيشن دي؟ هيا نسين. sequence of what؟ sequence of day، day and night. يعني سبب ان الday والnight بيجوا ورا بعض كده وبيحصل يوم ورا يوم والكلام ده، ان الـ earth rotates around. ليس انفع الحاجة ان 24 hours equal one day، 24 hours اللي هي one day. يبقى اللفة دي بتحصل بس كل 24 hours خلال يعني أو ممكن نختصرها في كلمة day، one day، one day. فهي دي سبب sequence of day and night. ساعات بتيجي choose، ساعات بتيجي complete، ساعات بتيجي correct. إن هو يقول لك because the earth rotates around itself اللي بيحصل sequence of day and night. sequence of day and night أو earth rotates around itself in نقط hours أو نقط day. لو قال لك day يبقى هو one day، لو قال لك hours يبقى هي 24 hours. تمام hours. بعد كده بقى نادين، افتح المايك نادين. the earth rotates around the sun، ده بيعمل sequence for what أو of what؟ Four seasons. Four seasons. مظبوط. برافو عليكي. والمدة duration of this four seasons أو ال duration of this rotation اللي هي around the sun كم يا نادين؟ 365 quarter days equal one year. مظبوط. يعني هو ممكن يجيب لي نقط days أقول له 365 and quarter days، لو قال لي year يبقى قصده ان انا اكتب one year. rotation around مسامحني فوق الحاجة؟ طيب اكمل الحتة دي وبعدين تقول انت. rotation around the sun بتعمل four seasons، rotation around itself او its axis بتعمل a sequence of day and night. تمام. بعد كده بقى هنتكلم على الاكسس اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو مرسوم وهمي، يعني هو مش فيه خط حقيقي، لا احنا اللي رسمينه في الرسومات بتاعتنا. فانا عندي الخط ده مش عشان يعرفنا الشكل بتاعه بالظبط، هو انكلايند. يعني ايه انكلايند؟ يعني مايل، زي ما احنا شايفين احنا رسمينه مايل بالشكل ده، او هو مايل اصلا ونوت فيرتيكال. طيب يا يوسف، يوسف افتح المايك يا يوسف. نعم يا ميس. دلوقتي الـ earth axis inclined ده خلى ايه اللي يحصل؟ ان الـ number of day hours علاقته ايه؟ not equal مع الـ number of night. the number of night hours not. معنى كده ان انا ايام الشتاء زي الفترة دي اللي احنا قاعدين فيها مين بيكون short in day hours، night hours it will be longer. برافو. but هيكون العكس بقى في السمر. طيب. وفي الفول and spring هيكونوا equal. برافو عليك، برافو عليكم كلكم فعلا ما شاء الله.
تمام. ثواني معايا بقى نراجع جزئية كمان. يلا هنبدأ. محمد. Yes, miss. Use the annotation بتاعك ووصل لي الميركوري مع ايه؟ Mercury مع ولا red ولا beautiful؟ مش ممكن تعدي لي معلش؟ Mercury هنوصلها third ولا nearest ولا red ولا beautiful؟ وصلها يلا. أنا في near. هوصلها يا إما ب كلمة إيه معلش؟ كده الشاشة ظهرت عندكم؟ ظهرت اهي. two columns واحد فيه أسماء البلانيتس الفور الأولانيين، والناحية التانية فيها صفة أو اسم للبلانيتس دي. يلا يا محمد ابدأ. ميركوري إيه الصفة بتاعته؟ هو الثيرد ولا النيرست ولا الريد ولا بيوتيفول؟ وصلها؟ برافو. يلا يا نادين. فينوس. فينوس وصليها، اعملي خط. برافو. يلا يا يوسف. ايرث هو ثيرد. برافو. والمارس كلنا هو الريد. برافو عليكم شطار. نيجي على الجزئيه الثانيه. تمام. بعد كده يلا يا محمد. جوبيتر. جوبيتر اسمه دم. انا عندي كلمه جوبيتر. كولد جاينت. مش يعني ايه جاينت؟ جاينت يعني ايه جاينت؟ عملاق يعني كبير. عملاق مظبوط. بارت كولر درينكس. برافو. نادين. ساترن. برافو. يوسف قولي عشان انا اوصل لك. كولد. برافو. والنبتون اللي هو البلو او الايه الفورست. برافو عليك. مش سامعه وحضرتك مش واخده بالك ان الاثنين ان الاثنين نفس الترتيب بتاع التوصيل؟ فعلا لا ما خدتش بالي والله. لا نفس الترتيب. ممكن. هو تمام كده. احنا الجزئيه بتاعت هنحل بقى الاسئله دي. يلا يا ميس. ابدا يا محمد. ميس هو برضه بقلم؟ لا following. انا اللي هكتب. Complete the following. Are bodies white or bodies shiny bodies the stars. With dark bodies. Moons والمفروض كمان يبقى planet. Moons and planets. Moons and planets. مظبوط. يلا يا نادين. برافو عليك يا محمد. The sun radiates A and A. Heat and light. Hello. Heat and light. Bravo. في سؤال كان بيجي ليه اللي هو ده. يلا يا يوسف. The sun seems biggest star in the sky because it is the A star to near to us. Nearest. Bravo. Nearest star to us. عشان كده هي باينة كبيرة مع ان المفروض ان هي مش كبيرة ولا حاجة، هي medium، في اكبر منها بس عشان هم very far away from us فبنشوفهم صغيرين. تمام. يلا يا محمد. ايه هو the biggest body while ايه هو the biggest planet؟ محمد. The biggest body is the sun. مظبوط. The biggest planet is Jupiter. مظبوط. برافو عليك. تمام. يلا يا نادين نقفل المايك بقى يا محمد. يلا يا نادين. The number of planets that revolve around the sun
The number of planets evolve around the sun is النمبر بتاع البلانيت اللي فوق around the sun ايه برافو عليك برافو عليك يلا يا يوسف the nearest two planet to the sun ركز قوي في السؤال Mercury and Venus برافو عليك محمد yes the nearest two planet to the earth قلنا فينوس ومارس مظبوط عايزين بقى واحنا بنقرا الاسئله لو سمحتوا نركز زي ما انتوا شايفين بيبقى السؤال كلمه واحده بتخلي الاجابه مختلفه طيب يلا يا planet يلا يا نادين planet has colored rings the nearest to number 8 the nearest to planet to the sun Venus and Mars. Number 8 بقى. مش سامعها وانا جاوبت اصلا السؤال ده المرة اللي فاتت حضرتك سألتولي وعدد الكواكب. بالظبط. برافو. النهارده نادين اما انهي الكوكب اللي عليه خاتم ملون؟ يلا يا نادين. Planet has colored rings around it. كان انهي واحد؟ ساترن برافو عليك ساترن كملي السؤال while we live on earth earth برافو عليك برافو عليك earth كده احنا يعتبر الحصه يعني ايه هنكمل الساينتفك تيرم يلا يا يوسف the biggest planet قلناه nearest star to us ايه هو nearest star to us sun برافو وايه هو dark body revolve around the sun and we live on it يا محمد the nearest number 3 earth برافو نادين a medium sized star حجمه medium وهو where earth planet revolve around it اللي هو مين ده؟ الميديم سايز ستار هو الميديم سايز ستار سان ده سان برافو عليك كده يعتبر احنا رجعنا الجزئية دي والمرة اللي فاتت رجعنا يونت 1 فكده ان شاء الله الامتحان بإذن الله يجي سهل وتحلوا كلكم كويس تمام؟ ان شاء الله زي ما قلت لكم هرفعه لكم ماشي اوكي مع السلامة النهارده المرة الجاية هرفع لكم الفيديو ان شاء الله على اليوتيوب تمام؟ يلا سلام